summarize it, just a couple of the elements of where we build. It usually always involves 3D, but it certainly crosses over into things like body tracking and motion tracking of the content on the screen. I hope you enjoyed it. Thank you very much. I think I'm recording. باسم شركة اسم الذكية نرحب بالضيوف اللي شرفونا النهاردة ونشكرهم على حضورهم ونتمنى أن يكون العروض كلها اللي قدمناها عجبت وإحسان لكل الناس اللي اتفرجوا عليها ونوعدكم إن شاء الله في الأيام القادمة والشهور القادمة في إنتاجات جديدة برضو اسم سمارت عاملة شغل كويس جدا فيها وهتكون لنا عروض ولقاءات جديدة ابتداء إن شاء الله من الشهر الجاي ونشكركم تاني على الحضور ونقول لكم تفضلوا معنا العشاء ويا ريت ان احنا ناخد صوت